خير لكل مشاهدي مريم تي في، وتحديدا هالبرنامج الصباحي الماجازين الصباحي اون تايم على الموعد. انا بدي اتمنى لكم تحيات صباحيه لكل اللي اختاروا انه ينضموا لنا ويقضوا صباحهم صباح العيد معنا اليوم عبر هالشاشه الصغيره، شاشه مريم تي في. وبحب اذكركم دائما انه فيكم تكونوا عم تابعونا على شاشه التلفزيون، ونحن اكيد مواكبين العصر فيكم تكونوا عم تابعونا على لايف ستريمينج فيسبوك مريم تي في لبنان. نحن لايف بهيدي الاثناء، فاكيد فيكم تكونوا عم تتشاركوا معنا ارائكم وكل تعليقاتكم. بالبدايه مشاهدينا، اكيد شهر نيسان هو شهر الفرح وشهر الاعياد، اجتمعت الاعياد بشهر نيسان وبأولى ايام عيد الفطر السعيد. نحن اليوم الجمعه 21 نيسان 2023، بأولى ايام هالعيد الفضيل. اسمحوا لي عيد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بهيدي المناسبه اللي فعليا توجت شهر الفضيله، واكيد كلنا بنتمنى انه يكون عيد الفطر مشاهدينا بوابه فرج وبوابه عبور من المرحله الصعبه اللي عم يقطع فيها لبنان، وتحديدا المواطنين اللي فعلا تعبوا. فعيدكم سعيد كيف ما اخترتوا انكم تقضوه، واكيد نحن بنتمنى لكم دائما الافضل والاحسن. قبل ما نفوت بتفاصيل حلقتنا لليوم اللي رح اترافق فيها انا وياكم من هلا للساعه 12، اكيد بدي وجه تحيه ومنقول بالشفاء العاجل لزميلتي ريتا اللي عودناكم انا وياها نكون عم نطل كل يوم خميس او كل يوم جمعه، وبنوعدكم اكيد بحلقات غنيه بالقريب العاجل. بدايتنا دايما بتكون بمباركة الرب وبوقفة صباحية مع الصلاة، لهيك اليوم بدي أقول أنا وياكم بدنا نشكر بالأحرى ربنا لأنه منحنا يوم جديد، وفعليا إذا بنفكر فيها هيدي نعمة مش الكل عارف قيمتها. بدنا نقول باسمك رح نبلش يومنا واتكالنا اليوم، ومش بس اليوم، كل يوم عليك. احفظ لنا خطواتنا ويسر لنا دربنا، باركنا ووفقنا بعملنا، دلنا على الخير اليوم وكل يوم، وخلي الابتسامة على وجهنا وساعدنا انه نرسم الابتسامة على وجه غيرنا، لانه هيدا الشيء وهيدا فعل كتير مهم. امين. ومشاهدينا قبل ما نفوت باخبارنا اللي محضرت لكم اياها لليوم، خلينا نتعرف شو بيحتفل العالم اليوم. بدنا نشوف الانترناشونال داي شو بيحتفل العالم اليوم. مشاهدينا مثل ما بتعرفوا طقس ربيعي بامتياز عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. طقسنا المتوقع ليوم الجمعه 21 نيسان 2023 فهو طقس مشمس الى غائم جزئيا، اما بالنسبه لطقسنا طقس يوم السبت فكمان بيستمر غائم مع تشكل ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف وتدريجي بدرجات الحراره، لترتفع درجات الحراره بشكل ملحوظ يوم الاحد، واكيد طقس مشمس وربيعي بامتياز. لهيك نحن ننصحكم انكم تكونوا عم تستغلوا عطله نهايه الاسبوع وعطله العيد اكيد لكل الاشخاص المشاهدين اللي عم بيعيدوا، وبنرجع نتمنى لكم اكيد عيد سعيد. مشاهدينا هلا رح نشوف شو في عنا بانترناشونال داي. قد لا يكون هناك فهم عالمي للابداع، المفهوم مفتوح للتفسير من التعبير الفني إلى حل المشكلات في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة. لذلك حددت الأمم المتحدة يوم 21 نيسان من كل عام يوما عالميا للإبداع والابتكار لزيادة الوعي بدور الإبداع والابتكار في جميع جوانب التنمية البشرية. العالم مدعو الآن لتبني فكرة أن الابتكار والإبداع ضروريان لتسخير الإمكانات الاقتصادية للأمم بما في ذلك النساء والشباب. نحن
احنا بدورنا دايما بنحب ننوه مشاهدينا بأهمية الإبداع والابتكار اللي دايما بجددنا وبجدد العالم من حولنا. هلأ صار وقت نروح أنا وياكم نشوف شو محضرت لكم بفقرة المتفرقات. من بعد قضية الباسبورات اللي عانى منها اللبنانيين والمواطنين كافة بهالسنتين اللي قطعوا، فينا نقول الحمد لله عودت تدريجيا عملية إصدار الباسبورات الجديدة، الباسبورات البيومترية الجديدة، ضمن مواعيد محددة بفروع الأمن العام على كافة الأراضي اللبنانية. ومؤخرا أعلنت المديرية العامة للأمن العام عبر حسابها الرسمي والموثق على تويتر التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية أيام الجمعة من كل أسبوع وحتى إشعار آخر. فيكم تكونوا أكيد عم تتوجهوا الأمن العام الخاص بمنطقتكم لتكونوا عم تعملوا الباسبورات كل يوم أسبوع ما عدا يوم الجمعة. عطلة عيد ومثل ما ذكرنا شهر نيسان تجتمع فيه الأعياد، لهيك دايما بتفتشوا على محلات تكونوا عم تزوروها، والأحلى أنكم تكونوا عم تشجعوا الأماكن الأثرية والصناعة اللبنانية. لهيك أصدر وزير الثقافة القادم محمد وسام المرتضى قرار عفى بموجبه إعفاء المواطنين من رسوم الدخول للمتحف الوطني اللبناني من الساعة 9 صباحا ابتداء من يوم الأربعاء، يعني من يومين ولمدة أسبوع. هيك مشاهدينا فيكم تكونوا عم تستغلوا من ضمن زياراتكم أو من ضمن البلانز بالويك أند كنت تكونوا عم تزوروا المتحف الوطني، وكمان إذا حبيتوا فيكم تكونوا عم تشجعوا مثل ما ذكرنا تراث لبناني عبر زيارة قلاع بعلبك وعنجر وصور وجبال اللي كمان فاتحة أبوابها أمام زوار وكل اللبنانية اللي يكونوا عم يزوروها ويستمتعوا، خاصة بهالطقس الحلو اللي مثل ما ذكرنا مثل ما خبرناكم رح يكون جدا حلو بالويك أند وحتى مستمر للأسبوع القادم، وإذا فينا نقول رابع أيام العيد يوم الاثنين. أخبار التكنولوجيا دايما لها حصة عنا بأون تايم على الموعد، وخاصة واتساب اللي دايما عم بيعمل إصدارات جديدة ودايما عنده ميزات جديدة عم بيضيفها للمستخدمين حول العالم. وآخر إذا فينا نقول هالإصدارات اللي عم يشتغل عليها فريق ميتا الواتساب هي رح يكونوا عم يشتغلوا على رموز تعبيرية متحركة لإصدار التجريب القادم لتطبيق واتساب. وإذا فينا نقول من غير الواضح إذا كان رح يتمكن كل المستخدمين من إيقاف هذه الميزة فور طرحها، فمثل ما ذكرنا دايما واتساب معودنا على الميزات الجديدة فيما يخص البرايفسي، فيما يخص الإيموجيز وغيرها، وكلها إذا فينا نقول ميزات مهضومة يعني بتضيف على مكالماتنا وعلى يومياتنا نكهة خاصة. للمرأة دايما مشاهدينا حصة كبيرة، والحصة الأهم إذا فينا نقول بمريم تي في وببرامجنا وبالبرنامج الصباحي، لهيك دايما منركز على قضايا جمعيات وأخبار المرأة. أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف سلسلة جلسات توعوية بتقوم فيها حاليا مع عدد من الثانويات الرسمية بمختلف المحافظات اللبنانية، ورح تكون عم تستهدف 6000 طالبة و4000 طالب، وذلك استكمالا لمشروع فتيات متمكنات وقادرات التعليم للجميع اللي نفذته السنة الماضية، واللي بيرمي إذا فينا نقول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات اللي هي قضية فعلا عم نعاني منها للأسف، وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف. وخلال هاللقاءين قدمت السيدة ريتا أزي مسؤولة إدارة المعلومات بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرض تمحور حول الوقاية من العنف، أشكاله ونتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع وتداعياته، وبعض الرسائل الأساسية والإرشادات الوقائية من خلال التعرض لأي نوع من أنواع العنف. كذلك تمت الإضاءة على الخطوط الساخنة التابعة لوزارة التربية لتلقي مختلف أنواع الشكاوى اللي هو 01 772 30 و
وكمان رقم قوى الأمن الداخلي الخاص بالعنف الأسري اللي هو 1745، وكمان الرقم الخاص بالابتزاز الإلكتروني اللي هو 01-293-293. وبختام اللقاء كمان تم تزويد الطالبات بحاجات خاصة بالفتيات اللي هي لهكت لتعزيز حمايتهم، وكمان تم توزيع مجموعة لوازم خاصة بالنظافة الشخصية للطلاب. هلأ مشاهدينا، من بعد ما عملنا جولة سريعة على آخر وأبرز الأخبار إذا فينا نقول بالمنطقة وبالعالم العربي وبالعالم، هلأ خلينا نروح ونشوف شو في عنا تيبس لليوم. سامعين شي من مضيعات الوقت يلي حكى عنا الكاتب الفرنسي الشهير فولتير؟ إذا مش سامعين تابعوني بهيدا الفيديو. فولتير حدد مضيعات الوقت بأربعة: أولاً الفراغ، ثانياً الإهمال، ثالثاً الإساءة للعمل، ورابعاً إنجاز العمل في غير موعده. فولتير بيعتبر أنه الفراغ من أبرز مضيعات الوقت، يعني يكون عنا وقت طويل فارغ ما عنا شيء نعمله مهم. كرمال هيك نحن لازم نحرص أنه خلال وقت الفراغ نكون عم نعمل شيء مهم، ممكن نكون عم نقرأ كتاب، ممكن نكون عم نعمل سبور، بس ما نخلي الوقت يقطع سدى دون الاستفادة منه أو استغلاله بشيء مهم. ثانيا حكى عن الإهمال. الإهمال هو أنه أنا أكون إنسان فوضوي، ما عندي ترتيب لأولوياتي، أنجز الأشياء الغير هامة قبل الأشياء الهامة، وهذا الشيء أكيد حيضيع لي وقتي. ثالثا حكى عن الإساءة للعمل، وهي الأشياء اللي نحن بنعملها بس ما بنعرف كتير نأديها أو بنجهل الأمور التقنية فيها، فمنضطر أنه نعيدها، ولما نعيدها طبيعي هيدا الشيء عم يضيع لي وقت. وأخيرا فولتير اعتبر أنه إنجاز العمل بغير موعده من أبرز مضيعات الوقت، يعني بضغط حالي كل الأسبوع وبخلي الأمور الهامة للويك أند أو لوقت الراحة وبحاول أني أنجزها. هيدا الشيء كتير غلط. ليه؟ لأنه نحن قد ما كنا أشخاص منتعب، نحن بحاجة لوقت راحة، وهيدا الوقت إذا أنا كنت عم بعمل شغلي فيه حيكون شغلي غير فعال. مرحبا، 21 نيسان، تذكار الشهيدة جوليا البتول. كانت جوليا من مدينة قرطاجة، انتقلت إلى الملكوت في منتصف القرن الخامس. الفضاء اللي تمتعت فيها النشاط، الأمانة، الصبر والصمت. كانت مثابرة على الصلوات والتأملات. من أقوال القديسة جوليا: أنا حرة بإيماني المسيح، ومعاذ الله أن أشتري الحرية بجحودي معتقدي وإيماني. والله معكم. قبل ما نروح لبريك قصير ونباشر باستضافة ضيوفنا مشاهدينا ليوم الجمعة، سريعا رح يكون معي دكتور رائد محسن، الضيف المميز والدائم، أخصائي إرشاد زوجي وعائلي، لنحكي عن مشكلات المرأة العاملة وأكيد سبل الوقاية منها وشو هي حلولها. ورح يكون معي رالف العتيق، منسق مقاطعة بيروت ومنطقة بيروت بإيمان ونور، لنحكي عن ماراثون ران فور فيث اند لايت، وموضوع مميز مع بشار بوكا اللي هو مصور طيور، رح نحكي عن شغف تصوير الطيور، ومعرض جدا مميز اللي هو نيتشر ويسبر. لهيك مشاهدين أنا بنصحكم نكون دايما نضلكم متابعين مريم تيفي، كان على تيفي أو أن فيسبوك. نحن هلأ لايف مثل ما ذكرت بالبداية، نحن رح نكون مع فاصل صغير ورح نباشر باستضافة ضيوفنا.